معي الآن السيد بوزيد بومدين، أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذا العلامة محمد الشريف قاهر في ذمة الله تعالى، كلمة في حق هذا العلامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم تفقد الجزائر شارق نوري من شوارق الأنوار، وهذا عنوان آخر عنوان أصدره الدكتور الشيخ محمد طاهر الشيخ الدكتور محمد شريف قاهر، وهو شوارق الأنوار في تحرير معاني الأفكار، إلى جانب بالتعاون مع زميل محمد بدير مشنان. في عودته في كتاب شوارق الأنوار يعود إلى جده الأول، جده سيدي يحيى العدلي بتمغرى الذي توفي سنة 180، ولعل أن يختم حياته بهذا الكتاب وبشرح الوظيفة العدلية، وظيفة الشيخ العدلي، وهي وظيفة في التصوف. لعله بذلك يقول أن استمراره هو استمرار لرمزية تاريخية أساسية، رمزية وطنية جهادية، بحيث أن زاوية تمغرى، وتمغرى معناها باللغة العربية مكان للقراءة، أي أن هذا المكان كان للقراءة، هذا رباط للعلم ورباط للجهاد. هذه الرمزية التي يعود إليها هو استمرار لها إلى جانب الشيخ طاهر آية عجت ومجموعة العلماء الذين درسوا بهذه الزاوية، ورمزية كما قلت الوطن، الرباط الجهادي الذي كان منذ القرن التاسع الهجري إلى اليوم، إلى وقت الثورة الجزائرية. والرمز الثاني هو الرمزية العلمية التي حافظت على الوسطية والاعتدال في الجزائر. وبالتالي فكان الشيخ شريف قاهر في الحقيقة ملخص هذين المعنيين، المعنى الوطني والمعنى العلمي، ولخص كان ملخصا لذلك من خلال رحلاته العلمية إلى الزيتونة، ثم بعد ذلك إلى بغداد، ودخل بعد الاستقلال إلى الجزائر، وفي علاقته بعميروش، لأن الشهيد عميروش هو الذي شجع هذه السلة من العلماء على الاستمرار في العلم وفي التحضير العلمي. ثم بعد ذلك سوف يرتبط هذا الشيخ بالأدب الأندلسي ويكتب رسالته حول الأدب الأندلسي، فهو أديب فقيه وفقيه أديب، والجمع بين الفقه والأدب هي أيضا خصيصة في التراث العربي الإسلامي. فقد كان الشيخ شريف قاهر في الحقيقة من هذا الجانب كان أديبا وكان فقيها، وقد نفض الغبار عن التراث الجزائري بتحقيقه للكتاب المهم للشيخ عبد الرحمن الثعالبي، وهو كتاب في السيرة النبوية، هذا مهم جدا من هذه الناحية. وكان هو أطروحة الدكتوراه. ويتميز الشيخ طاهر محمد شريف قاهر من خلال لقاءاتي به القليلة، أحيانا كان يزورني في المكتب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ليأخذ بعض الكتب التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. كان متواضعا في سلوكه، وكان محترما لمشايخه، وبقي محترما، وبقي أيضا ملتزما وطائعا لشيخه محمد طاهر آية عجت أطال الله في عمره. وهنا يعطي رمزية أخرى، وهي العلاقة الأبوية، العلاقة الأبوية الروحية العلمية مع الشيوخ. فالمشيخة في الجزائر تقليدها هو أن يكون هناك احترام للمشايخ، احترام للذين ننهل منهم العلم، لا نسبهم، لا نخرج عليهم، لا نقدح في فتاويهم، ولا نقدح في آرائهم. فقد كان هذا الشيخ ملتزما وملازما لشيوخه ومحترما له. وكما قلت فكان آخر كتابه هو آخر من كتبه هو شوارق الأنوار في تحرير معاني الأفكار، الذي يشرح فيه الوظيفة، وظيفة جده سيدي يحيى العدلي. هكذا كان الشيخ محمد شريف قاهر رحمه الله في علاقته بعلمائه، وكان أيضا في تسامحه وفي تواضعه ويستمع إلى الآخرين، فرحمه الله. وأعتقد أن مثل هذا الشيخ أن يكون رمز، وأن يكون أيضا قدوة لشبابنا في الاكتفاء، ليس في الاكتفاء ولكن في الاحتفاء بمراجعنا وبشيوخنا، وأيضا في الاعتداد بمرجعيتنا وبتاريخنا. ليس هذا معناه أن لا نكون منفتحا على الآخرين، ولكن أيضا كما نقول زامر الحي يطرب، فزامر الحي يطرب عندنا أيضا، فمشايخنا هؤلاء هم منارة، وعلينا أن نقتدي بهم على الأقل في تواضعهم وفي حبهم للوطن، وفي أيضا احترامهم للآخر، وعدم أيضا التكفير وأيضا التطرف. أعتقد أن الشريف قاهر بسلوكه وبتاريخه النضالي العلمي كان جامعا ما بين الوطنية والعلم، جامعا ما بين الأدب والفقه، فكان منفتحا على الأدب الأندلسية، كان منفتحا على الأدب، يقرأ أيضا من الأدب العالمية، وهذا مهم جدا في مشايخنا. فنجد كثير من الشيوخ لهم علاقة بالأدب، لهم علاقة بالفلسفة، لهم علاقة بالعلوم، لهم علاقة بالطب أيضا. هناك من المشايخ من أيضا هو طبيب، مثل سعيد شيبان أطال الله في عمره، فهو طبيب وهو عالم في الفقه،
وهذه الخصيصة وهو الجمع ما بين العلم الديني والعلوم الأخرى والانفتاح على العلوم الأخرى والخطابات الأخرى مهم في الحفاظ على الوسطية، وفي أيضا في إثراء في ثراء الأشعرية وفي ثراء التصوف. فصوفيته كانت صوفية معتدلة سنية، صوفية متسامحة، صوفية إنسانية لا تعرف الحدود المذهبية الضيقة. شكرا جزيلا لك سيد بوزيد بومدين مدير الثقافة الإسلامية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. شكرا جزيلا.